السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا اخواني، اخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين في تمام الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. نتمنى قناتنا الاعجاب ديالكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر اعجابه باش نواصلوا قدما ان شاء الله. اولا كنعتذر منكم على انني ما نزلتش فيديو البارح لاسباب عائلية. باش ما نطولش عليكم، نبقاو الان مع اهم عناوين هذا النهار. بعد ظهوره سكرا وشتمه للجماهير المغربية، نجم الاسودي يعتذر. أرسنال يحسم موقفه النهائي بخصوص صفقة زياش. نادي إماراتي يصدم بوصوفا. بالهند أصبح غير مرغوبين فيه. تداعيات الإقصاء من الكان. الجامعة تستغني عن 23 إطار. رحيل رونار. عملاق مصري يزف خبرا سارا للجماهير المغربية. 3 أندية إيطالية تلاحق جناح المنتخب المتألق. مهاجم مغربي يحط الرحال بريال بيتيس إسبانيا. صدم وكيل أعمال النجم المغربي مبارك بوصوفا بسبب ردة فعل أحد الأندية الإماراتية التي كان قد عرض عليها خدمات موكلها. وصفق لبوصوفا البروز على مدار موسمين بقميص نادي الجزيرة قبل انتقاله لارتداء شعار نادي الشباب السعودية. ويبدو أن الدولي المغربي بات يفكر في العودة إلى الدورية الخليجية العربي بعد انتهاء فترة تألقه مع المنتخب الوطني المغربي، إلا أنه وفقا لصحيفة الإمارات اليوم فإن أحد أندية وسط الترتيب الإماراتي رفض العرض بذريعة تقدم عمر بوصوفا، مما صدم وكيل أعمالها. وخلال أشهر قليلة سيبلغ اللاعب المولود في هولندا 35 سنة. أفادت مصادر إعلامية تركية أن الدولي المغربي يونس بالهند لاعب نادي غلطسراي التركي لكرة القدم سيغادر الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما وضعه الجهاز التقني بقيادة المدرب فاتح تريم ضمن اللائحة المكونة من 4 لاعبين رشحتهم لمغادرة غلطسراي. وأشارت المصادر إلى أن تريم يرغب في التعاقد مع الدولي الإسباني ديوغو كوستا لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، والكولومبي راداميل فالكاو لاعب موناكو الفرنسي، والبلجيكي راجا لاعب فريق أنتر ميلان الإيطالي. ما زالت تداعيات إقصاء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم من منافسات كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر لغاية 19 من هذا الشهر الجاري متواصلة، بعدما أقدم رئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي القجاع عن إعفاء ما يقارب 23 عنصر. وعلمنا من مصادر موثوقة أن الجامعة الملكية المغربية قررت الاستغناء عن خدمات 23 من العاملين الذين لهم علاقة بالفريق الأول، رغم أن الكثير منهم لا علاقة له بالنتيجة السلبية التي حققها منتخب الأسود في نهائيات كأس الأمم الإفريقية. وأوضحت المصادر ذاتها أن لحدود اللحظة فإن الجامعة استثنت من العاملين المقالين الطاقم التقني للمنتخب الوطني الذي يتحمل بالدرجة الأولى المسؤولية عن الإقصاء من منافسة الكان، فيما شملت القرارات المتخلى عن خدمتهم الإدارة الإدارية والمسؤولة عن التواصل. وأضاف المصدر ذاته أن قائمة المستغنى عنهم ضمت كل من الكونوليل إدريس الكحل المدير الإداري للمنتخب الوطني ومساعده محمد رضا، ودنيا الحرش المسؤول عن التواصل، إضافة إلى محمد حوران نائب الكاتب العام للجامعة، وعبد الرحمن البكاوي مدير المسابقات والبرمجة بالعصبة الاحترافية. كشفت الصحيفة الإيطالية كوريري ديلي سبور أن سوفيان كاين نجم كيفو فيرونا الإيطالي يتواجد على رادار 3 أندية إيطالية أخرى وهي بارما وتورينو وسامبادوريا. وتألق الجناح الطائر خلال منافسات النسخة الحالية من الدوري الإيطالي، وهو ما جعله يتلقى إشادة العديد من الملاحظين. وشارك هذا الأخير في 30 مباراة لحساب السيري اي، لم يسجل خلالها أي هدف مكتفيا بصناعة هدف واحدة. كيين صاحب 21 سنة لم يسبق له المشاركة في أي مباراة مع أسود الأطلس، غير أنه تألق مع المنتخب المغربي تحت 20 سنة خلال الألعاب الفروكونفونية التي احتضنتها الكوت ديفوار سنة 2017، حيث سجل هدفا رائعا في المباراة النهائية أمام الكوت ديفوار.
يذكر أن هذا الأخير تواجد ضمن القائمة الأولية التي وجه إليها الدعوة إيرفيرونار من أجل المشاركة في مسابقة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019. وتطلق الجماهير المغربية على هذا الأخير لقب حجي الجديد نسبة لمصطفى حجي الأسطورة السابقة لكرة القدم المغربية والمسرب المساعد الحالي للمنتخب الوطني المغربي. تعاقد نادي ريال بيتيس مع اللاعب المغربي الإسباني محمد مزيان قادما من فريق ريال مدريد الإسباني في الانتقالات الصيفية الجارية. وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الفريق الأندلسي حسم صفقة لاعب شبان ريال مدريد وسيتم الإعلان عن الصفقة في الساعات القليلة القادمة. كشف دافيد أونشتاين الإعلامية المعروفة بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن أرسنال الإنجليزي أغلق نهائيا ملف التعاقد مع نجم المنتخب الوطني المغربي حكيم زياش خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأكد الإعلامية الإنجليزية المعروف بدقة مصادره أن النادي اللندني قرر البحث عن حلول جديدة في مركز الجناح بعد أن حصل إقناع لدى اللجنة المكلفة بملف الانتدابات أن هذا الأخير غير قادم على تقديم الإضافة الكبيرة للفريق على الأقل خلال الفترة الحالية. يذكر أن زياش يتواجد أيضا على رادار بايرن ميونخ الألمانية الذي حسم هو الآخر موقفه النهائي في هذا الملف حيث تقدم بعرض بقيمة 40 مليون يورو. وشهدت القيمة السوقية لحكيم زياش ارتفاعا ملحوظا خلال النسخة الأخيرة وتحديدا منذ ظهوره اللافت خلال منافسات النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا مع ناديه أياكس أمستردام، وتقدر وفقا لهوكسكريد الموقع المتخصص في قيمة الأسعار اللاعبين ب 40 مليون يورو. نفى النادي الأهلي المصري كل الأخبار التي تروج بشأن تفاوض مع الناخب الوطني هيرفيرونار من أجل الإشراف على الفريق خلال الموسم الرياضي المقبل. وأكد التقارير الصحفية مصرية أن إدارة القلعة الحمراء نفت جملة وتفصيلا تلك الشائعات مبرزة أن الفريق حاليا يخوض فترة الإعداد تحت إشراف المدرب الأوروغوياني مارتين لاسارتري، وأن التفاوضات مع هيرفيرونار ليس لها صلة بالواقع. وذكرت صحيفة مصر اليوم نقلا عن مصادر داخل النادي الأهلي أن الشائعات رحيل مارتين لاسارتري المدير الفني للفريق والتفاوض مع المدير الفني الآخر هيرفيرونار كلام عار من الصحة تماما، وأن المدير الفني الأوروغوياني مستمرا في مهمته في ظل المساندة الكامنة من مجلس الإدارة. وتابع نفس المصدر أن الهدف من مثل هذه الشائعات هو ضرب استقرار النادي الأكثر تشويجا في القارة السمراء، مؤكدا أن المدرب الحالي للأهلي مارتين لاسانتري مدرب محترف وعلى قدرة كبيرة من الوعي ولا يلتفت لمثل هذه الشائعات والحملات الممنهجة التي تهدف إلى تعطيل مسيرة الفريق وتشتيت تركيزه لكي لا يحقق أهدافه بمنافسته على البطولة وإسعاد جماهير الأهلوية الغفيرة. وانتشرت في الآونة الأخيرة شائعات كثيرة بخصوص رحيل رونار عن الدفة التقنية للأسود بعد أن فشل المدرب الفرنسي في قيادة المنتخب الوطني المغربي للأدوار المتقدمة في منافسات كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر. اعتذر الدولي المغربي يوسف أيت بن نصر اليوم الجمعة على الفيديو الذي انتشر للاعب وهو في حالة غير طبيعية ويتوجه بكلمات نابية للجماهير بعد إقصاء المنتخب الوطني من كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في مصر. ونشر لاعب موناكو الفرنسي عبر خاصيته ستوري على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي انستغرام رسالة يقدم فيها اعتذار للجماهير المغربية مبديا أسفه عما بدر منه مؤكدا أنه لا يعكس قيمته وأخلاقه وتربيته التي تلقاها من والديه. وتابع بن نصر في رسالته: أتقدم باعتذاري لكل الأشخاص الذين هجمتهم وكباقي الزملاء في المنتخب لازلت متأثرا بالإقصاء. وأضاف متوسط ميدان الأسود: قمت برد فعل غير صائب بعد توصلي بمؤاخذات ورسائل تتمنى الموت لأقربائي على وسائل التواصل الاجتماعي.
واختتم صاحب 21 سنة رسالته قائلا: أنا آسف جدا ومستعد لتحمل تبعات الخطأ الذي ارتكبته بنشر ذلك الفيديو. وانتشر في الساعات الماضية فيديو لأيت بن ناصر في حالة طافحة من السكر وهو يقدم بتوجيه لأهانته للجماهير بعد معاتبتها الشديدة للاعب بعد الإقصاء الذي تعرض له الأسود من كأس الأمم الإفريقية من منتخب البنين يوم الجمعة الماضية.